يلا يا ريس بوس يدها. طلبت منه يبوس ايد عروسته. بوس يدها يا ريس. ما عريس ليش انا الاول؟ وقالت له يلا يا عريس بوس ايديها. ليش انا الاول؟ خلاص انا حبوس. لكن رد فعله كان صادم ورفض انه يسمع كلامها وكسف العروسة قدامها مش هتصدق اللي حصل في الفوتو سيشن. مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت لحفل زفاف عروسين، لكن المفاجأة كانت في رد فعل العريس اللي احرج عروسته قدام المصورة. البداية كانت مع الفيرست لوك بين العروسين وبعدها بدأ الفوتو سيشن. في الوقت ده المصورة طلبت من العريس انه يبوس ايد عروسته وقالت له بوس ايديها، وهنا كان في رد فعل صادم من العريس اللي رفض طلب المصورة بشكل قاطع وقال لها مش هبوس ايد حد. ولما قررت طلبها منه قال لها قلتلك مش هبوس ايد حد، يعني ايه ابوس ايديها؟ العروسة كانت مصدومة من اللي حصل من العريس ورد فعله اللي كان غير متوقع، وعلشان كده قررت انها تتدارك الموقف وقالت للمصورة مش مهم انا هبوسه، وقررت هي اللي تبوس العريس واللي كان مبسوط من رد فعلها. انتقادات كبيرة طالت العريس واني ما فيهاش حاجة لما يبوس ايد عروسته كنوع من الرومانسية وما كانش ينفع يحرجها بالشكل ده قدام المصورة. لكن المفاجأة كانت في رد المقربين من العريس عن الفيديو اللي حقق انتشار كبير على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت. الفيديو وصفوا البعض ان العريس ما احسنش في تصرفه مع العروسة، كان المفروض انه يتصرف بشكل افضل من كده، خصوصا ان العروسة ما عملتش اي حاجة تضايقه او انها غلطت، وقال المتابعين في تعليقاتهم على الفيديو الموقف بصراحة محرج جدا، العروسة صعبت عليا والله، مهما كان لازم يحسسها بنوع من الرومانسية، ايه يعني لما يبوس ايديها؟ انا لو من العروسة كنت مشي. العروسة عملت الصح واحسنت في رد فعلها بصراحة، حد غيرها كان ممكن يبوظ اليوم. لكن اصحاب العريس كشفوا مفاجأة عن كواليس الواقعة، وقال اصحاب العريس ان اللي حصل كان نوع من الهزار، اكيد العريس مش قاصد انه يعمل حاجة من دي او انه يحرج عروسته، لكن الموضوع كان متفق عليه وان العريس وعروسته بينهم قصة حب كبيرة وفكروا انهم يعملوا الفوتو سيشن بالشكل ده. وقالوا كمان ان اللي حصل ده كان في ثواني بسيطة، لكن بعدها باس العريس ايد عروسته عادي وما حصلش اي مشكلة بين الاتنين، خصوصا ان مع انتشار الفيديو عدد كبير من المزاعم قالت ان العروسة اتضايقت من اللي حصل من العريس وقررت انها تمشي من الفرح فعلا. لكن الكلام ده رد عليه اصحاب العريس وقالوا ان ما حصلش اي حاجة من دي، بالعكس الاتنين كانوا مبسوطين جدا في اليوم ده والموضوع عدى بشكل طبيعي. كمان المقربين من العروسة اكدوا نفس الكلام وان اللي حصل كان متفق عليه ومفيش اي خلاف بينهم او اي حاجة من الكلام المنتشر على السوشيال ميديا، وان العروسة كانت عارفة ان هيحصل كده من العريس بالاتفاق مع المصورة. لكن يا ترى هل لو العريس كان رافض فعلا يبوس ايديها ده كان هيسبب إحراج للعروسة ولا لأ؟